عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، تابعنا 17 شوطا خصصت أيضا الأشواط المشتركات والصعوب ضمن صندوق القبيب، والأشواط أيضا مستمرة، أشواط أيضا أبناء السودان. ينطلق هذا الشوط، الشوط الرئيسي الأول، شوط حامل الإثارة والمعركة والتحدي. ما شاء الله تبارك الرحمن، أعداد هائلة في هذا الشوط. ناخذ المقدمة والصدارة، ناخذ المركز الأول القربية لمحمد بن عبد الباقي أبو خلال. المركز الثاني مرحبا ببلاق، بلاق بلاق بلاق، علي بن أحمد الصديق الدرويشي يقدم لنا بلاق. وصلت شهاليل من الأسماء القوية المرشحة، شهاليل لسيد أيضا علي بن عطشان يقدم شهاليل. المركز الثالث وصلت أيضا اسم قوي، وصل ولد العطاء، وصل ولد العطاء يقدم لنا اسم قوي. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى التحدي، إلى المعركة، معركة هذا الشوط، المعركة القوية ما بين أبناء السودان، ما أيضا ما بين أبناء أيضا بودليك، ما بين أبناء الخرطوم. ولكن المقدمة الصدارة القربية محمد عبد الباقي أبو خلال على الصدارة. بلاقة بلاقة صاحبة الإنجازات، صاحبة النواميس، وصلت على المركز الثاني. ولكن الغربية بو خلال وأيضا علي بن أحمد، علي بن أحمد، ولكن بو خلال عبد الباقي، محمد بن عبد الباقي يقدم الغربية. سلام بو خلال، سلام، تهانينا والناموس لمحمد عبد الباقي هو عبد القادر بو خلال، تهانينا والناموس على فوز الغربية بهذا الشوط. المركز الثاني بلاق، علي بن أحمد المركز الثالث، وصلت في الشهري محمد بن بالكاش دقيقتين وواحد وعشرين ثانية توقيت، تهانينا محمد بن كشكش، بن كشكش اللي وصلت على المركز الثالث، تهانينا لمحمد بن عبد القادر بو خلال على فوز اللي هي القربية بهذا الشوط.